مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، هاد النهار غادي نتكلموا على أهم النصائح اللي كتم احتياجات الحوامض من الماء وأهمية نظام السقي بالتنقيط الكوتاكوت. فكي تعتبر قطاع الحمضيات والمستهلك الرئيس للمياه مع متطلبات كتراوح بين 1200 إلى 1400 مليمتر في السنة حسب نوع وعمر الحوامض وموزعة على مدار السنة الكاملة، وكتمتد فترة ذروة السقي عادة من مارس حتى الأكتوبر في المناطق الرئيسية للإنتاج في المغرب، ولازم يتم سد العجز ديال الأمطار عن طريق السقي فصل الربيع وخاصة فصل الصيف بكميات كتوافق مع تقييم تبخر ديال الماء. وفي بعض الأوقات المعينة الخصاص المؤقت ديال الماء كيدر مباشرة بالإنتاج، وهذه الفترات هي بين إزهار وعقد الثمار، الفترة بين 15 يوليوز إلى 15 أغسطس، ووقت الكبورية والنضج ديال الفاكهة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فكما كتعرفوا جميع بأن المحافظة على الماء في جناب العروق ديال الشجر هي الطريقة المزيانة باش نوصلوا لإنتاج عالي وجودة مطلوبة في السوق، وهنا نتفقوا جميع باللي الطريقة المواتية هي نظام السقي بالتنقيط الكوتاكوت. فالسقي بالطرق التقليدية بحال الربطة ما صالحاش، فكيضيع الماء وكيساعد الربيع والأمراض باش تكاثر وكينقص من الجهد والنجاعة ديال لانغري. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالسقي بالتنقيط كيساعدنا باش نقصوا من ضياع ديال الماء والانغري، ونتحكموا في الانغري وفي المقدار والوقت ديال الماء السقي، ونوصلوا الانغري قرب الجذور، ونوفروا من التكلفة ديال الخدامة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فباش ننجحوا استعمال الماء ونرفعوا من النجاعة ديال الانغري، نذكركم بالحوايج اللي لابد نردوا لها البال في نظام التنقيط. اولا لازم نوافقوا بين مده السقي وسرعه قذف الاسمده في نظام السقي، ونفرقوا الاحتياجات ديال الاسمده لعدد السقيات الخاصه بمراحل النمو طوال الموسم. هذا كيساعد باش نعطيو لانغري بالكميه الخاصه في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. ثانيا نقوموا بالصيانه الضروريه ديال نظام السقي في الوقت المناسب، وهنا لازم نضيفوا الكوتورات بالمحلول الحمضي. ثالثا نستعملوا الاجهزه ديال مراقبه ضغط الماء داخل وخارج محطه السقي التخصيبي. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، نذكروك باللي النسبة ديال الفلاحة اللي كيستعملوا هاد الأدوات ما زالت ناقصة، وبأن المستقبل ديال الفلاحة بصفة عامة مرتبطة بحسن استغلال ديال الماء والاستعمال ديال تقنيات السقي الموضعي، والعلم مازال كيطور العديد من الطرق والأدوات واللي خاصنا نعرفوها ونستعملوها، لأن الماء غادي وكيقلال وطالب عليه غادي غير في الزيادة. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.